عام على بدء عمليات التحالف في اليمن، تكشفت فيه مجموعة من الحقائق وسقطت خلاله مجموعة من الأوهام. في فجر 26 من مارس 2015 انطلقت أكثر من 100 طائرة عسكرية تابعة للتحالف العربي المكون من 10 دول بقيادة السعودية للأجواء اليمنية، وخلال دقائق قليلة استطاعت السيطرة على الأجواء اليمنية وضرب المطارات العسكرية وعدد كبير من الأهداف العسكرية ومخازن الأسلحة، خاصة منظومة الصواريخ متوسطة وطويلة المدى. تحولت اليمن بعدها إلى الخبر الأول في معظم وسائل الإعلام في العالم، وكان التدخل العسكري بمثابة إعلان فشل المسار السياسي في البلاد الذي أعقب التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد، وما تلاه من انعقاد مؤتمر الحوار وتشكيل لجنة للدستور وأخرى للأقاليم. مثلت عمليات التحالف في اليمن صدمة كبيرة وغيرت من موازين القوى وأحدثت ارتباكا في وسط تحالف الحوثي والمخلوع. أما إقليميا ودوليا فقد كان هناك ذهول بسبب تلك العمليات وتوقيتها المفاجئ. المسار السياسي للأزمة اليمنية منذ بدء عمليات التحالف كان هامشيا بسبب حدة الانقسامات والتباينات بين الأطراف السياسية اليمنية واختلاف أجندة الأطراف الدولية والإقليمية. فخلال عام كامل من الاقتتال لم تتمكن الأمم المتحدة بالرغم من رعايتها للمشاورات بين الأطراف السياسية مرتين في سويسرا في إحداث أي انفراج سياسي ينهي الأزمة. أخذت الأزمة اليمنية مداها وتشرد آلاف اليمنيين ونزحوا داخليا وخارجيا وازدهرت المقابر ومهنة حفاري القبور. تفاقمت معاناة الملايين واقفل العالم مطاراته في وجوه اليمنيين. وبالرغم من كل هذا لم يتعب المتحاربون، وما زال المخلوع والميليشيا يتعهدون بتقديم مزيد من الضحايا والكثير من الدمار. شعب اليمني 27 مليون سيظل موجود، خذوا لكم مننا مليون شهيد. تعتقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية أن حزمة القرارات الأممية التي اصدرتها بخصوص اليمن هي أقصى ما يمكن أن تقدمه لليمنيين دون أن تسعى جدياً لتطبيقها والحرص على إبقاء اليمن في قلب التنور بانتظار أن تنضج طبخات في أماكن أخرى من العالم يتم فيها مقايضة حياة الشعوب بمصالح القتلة. لا مكان لحل سياسي، هكذا تشير الحشود وحالات التحشيد، ولا يمكن البناء على حلول سياسية تقوم على غير العدالة ونزع السلاح من يد الميليشيا وملاحقة مرتكبي الجرائم. وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تستمر الحروب إلى الأبد، كما لا يمكن لأحد أن يحكم البلاد بقوة السلاح، معادلة يفترض بكافة الأطراف أن تكون قد استوعبتها ووعتها جيدا بعد عام من توقف الحياة في بلد يحتاج أكثر من غيره للحياة.